المهرجانات المحليه طبعا. للاسف حنا كنمشيو كنجيبو دي جروب من خارج المغرب ولا من مدن اخرى وكنخليو ديالنا والخبر في راسكم شكون اللي كان حاضر في هذا المهرجان هذا. يعني حتى الفنانين ديال مدينه طنجه ما كانوش فاهمين. مديريه الثقافه، مديريه الثقافه ما كتعطيش دعم مادي، كاين كي لا توفر لك مثلا قاعه، وهذيك القاعه كيكون عندها دي كونديسيون. مهرجان بين الضفتين هو مهرجان للغناء الكورالي، كان عبارة عن مهرجان نغم في دورته الرابعة. الآن خديناه بحلة جديدة واخترنا فقط أنه يكون بين بلدين عوض ما كان كيكون بين بلدان مختلفة. إذا هذا العام هذا اخترنا إسبانيا نعملوا معها تبادل ثقافي فني، يتعرفوا علينا، يتعرفوا على الثقافة الموسيقية ديالنا وحنا نتعرفوا على الثقافة ديالهم. البرنامج فيه يومين، يوم 10 و 11 ماي غادي يكون حفلات الافتتاح والاختتام بالمدرسة الإسبانية رامونيكا كاخال، غادي يكونوا كذلك حفلات خيرية اللي هي غادي تكون بالمستشفى الجامعي لفائدة مرضى السرطان، غادي يكون لحضانة طنجة كذلك حفل لحضانة طنجة وحفل آخر للمستشفى الإسباني. هادو غادي يكونوا يعني بالنهار، بالمساء غادي يكون عندنا المجموعات اللي استضفناهم من إسبانيا، كل يوم غيكون برنامج مختلف عن الآخر. عندنا مجموعتين من مدينة طنجة، عندنا أطفال من لوسا اللي جيونا من العالم القروي، ثم عندنا المجموعات اللي جايه من برشلونه وسراغوسا. احنا الساعه اللي خممنا في التاريخ ديال المهرجان كان داك الساعات باقي بين قوسين ما معروفش واش غيكون افتتاح القصر الثقافات ولا مازال. دونك حنا تتفاجئنا انه كاين داك الحفله اللي كان ديال الجاز او مهرجان الجاز، ومن بعد سمعنا بانه هذاك ماشي افتتاح رسمي فقط، غير يعني هما اختاروا بلد المغرب واختاروا طنجه يعني بالاخص انه يعملوا فيها المهرجان. من بعد عاد تفاجات بانه كاين يعني كاين حفلات اخرى واللي غادي تكون هاد الجمعه والسبت كذلك. ما تلقناش الدعم من المؤسسات العموميه ديالنا بالمدينه للاسف، ما كيشجعوش يعني الجمعيات الثقافيه الفنيه، وكذلك ربما كاين حاجات اخرين اللي حنا ما عارفينهمش علاش ما كنتلقاوش الدعم لا من الجهه ولا من الجامعه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.